من نيويورك ينضم إلينا الصحفي الليبي مالك شريف. سيد شريف مساء الخير، دقة تلك المعلومات المتعلقة باقتراب داعش من ميناء السدرة. لم أسمعك جيدا. ما هي دقة المعلومات عن اقتراب داعش من ميناء السدرة؟ هل دقيق هذا الكلام؟ نعم، هو دقيقة هذه المعلومات، والسبب هو يعود ليس لقوة هذا التنظيم، ولكن يعود للتحالف الذي أجراه تنظيم الدولة مع ميليشيات فجر ليبيا القادمة من الغرب الليبي، سواء من مصراتة أو من الزاوية أو حتى من مناطق غريان أو من المحسوبة على المناطق التابعة للأمازيغ. كل هذه الميليشيات قادمة من أجل السيطرة على الحقول النفطية، سواء السدرة أو الهلال النفطي بشكل عام، ولكن تحالف هذا التنظيم مع هذه الميليشيات من أجل الوصول فقط إلى الحقول النفطية أو إلى السيطرة على منطقة الهلال النفطي بالكامل. ومن ثم يعني هذا أمر طبيعي، سينقلب هذا التنظيم على هذه الميليشيات، خصوصا أنه في وقت سابق، يعني الأسبوع الماضي، سيطر هذا التنظيم واقتحم هذا التنظيم حقل المبروك وقتل عدد من الموظفين ومن العاملين هناك. أيضا في وقت سابق اقتحم هذا التنظيم عدة بوابات وعدة نقاط تابعة لميليشيات فجر ليبيا، وأعدم حتى الآن ربما 14 شخص، منهم من أعدم برصاص ومنهم من ذبح. يعني كل هذا التنظيم هذا لم يصل بمحض الصدفة، ولكن هذا التنظيم وصل إلى هذه المنطقة وإلى هذه النقطة بالتحديد. ما الغاية من محاولة تنظيم داعش والميليشيات الأخرى السيطرة على الموانئ النفطية؟ هل هي محاولة منهم لتكرار ما حدث في سوريا والعراق، السيطرة على منابع النفط لاستغلالها ماديا طبعا؟ نعم، هو إن تحدثنا على التنظيم، فالتنظيم ربما لديها القدرة على استخدام هذه الحقول، خصوصا أنه هناك يعني معبر حتى للجنوب الليبي تسيطر عليه هذه الجماعات، خصوصا أن هناك الجنوب الليبي هو تحت سيطرة هذا التنظيم أو بعض من الجماعات الموالية لمختار بالمختار القادمة من الجزائر ومن مالي في الحرب الأخيرة. وأيضا الميليشيات التابعة لفجر ليبيا ربما تريد يعني وضع ثقل لها على الأرض بالسيطرة على هذه الحقول والمشاركة في حوار جنيف الذي ربما سينتقل إلى الفترة القادمة إلى ليبيا للحصول على مناصب في هذه الحكومة الجديدة، أو حتى أن تضغط على الدولة الليبية أو على الحكومة الليبية من أجل يعني إلغاء القرار السابق أو البيان السابق في تصنيفها أنها جماعة إرهابية، ويجب قتالها، ويجب أيضا السيطرة على كل الأسلحة التي تحويها هذه الجماعات. ولكن الصراع الأكبر ربما سيكون مع تنظيم الدولة الذي يعني يضم في صفوفه جماعات قادمة من سوريا ومن العراق وأيضا من تونس ومن غيرها، ولكن يجب على تنظيم فجر ليبيا وجماعة فجر ليبيا، كل هذه الجماعات يجب عليها العلم، ويجب عليها يعني أن تنتبه أن تنظيم الدولة لن يكون موالي لهذه الجماعة، وإنما سيقاتل هذه الجماعات على فجر ليبيا. هل في يد الجيش الوطني الليبي أي شيء الآن؟ هل في يده أي شيء يقدمه في مواجهة هذا الزحف؟ الجيش الليبي لديه قاعدة جوية حاليا في السدرة، ولديه قاعدة جوية في الوطية، ولديه أيضا قاعدة جوية طبرق، ربما الأغلب تستخدم هي السلاح الجو الليبي في رد هذه الميليشيات المتطرفة حتى مدينة سرت أو حتى إلى حدود منطقة بن جواد التي تبعد بمسافة كبيرة عن منطقة الهلال النفطي. ولكن إذا استمر هذا الدعم من هذه الميليشيات المتطرفة بين التحالف ما بينها هي وبين فجر ليبيا، ربما سيكون هنا مواجهة صعبة على الجيش الليبي، خصوصا أن الإمكانيات هي ضعيفة وليست بالإمكانيات التي يتحدث عليها الإعلام أو التي يتحدث عليها الغرب الذي يتحدث أنه سيقوم بدعم الجيش الليبي، ولكن كل هذه تتحدث عن بيانات وتصريحات تلفزيونية فقط ولا يوجد شيء على الأرض. ولكن كل القتال على الأرض هو يأتي بإمكانيات محدودة للجيش الليبي ولسلاح الجو الليبي، وأيضا بعض يعني الشخصيات وبعض المناطق وبعض المدن والقبائل التي دعمت الجيش الليبي بتسليمها لبعض الأسلحة التي كانت تحويها هذه القبائل أو هذه المناطق، سلمت كل أسلحتها للجيش الليبي من أجل مكافحة تنظيم الدولة المتطرف أو حتى فجر ليبيا. مالك الشريف الصحفي الليبي الذي كان معنا من نيويورك.